السلام عليكم. وقبل البداية ندعوكم مشاهدين إلى تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. عقب الأزمة الصامتة، تطورات مثيرة في علاقات المغرب والإمارات. تسارعت الأحداث في علاقات المغرب والإمارات عقب أزمة صامتة تجسدت في عدم تصويت أبوظبي لصالح استضافة الرباط لمونديال 2026 في خطوة مفاجئة. ومما عزز هذه الأزمة الصامتة بين المغرب والإمارات هو غياب سفير أبوظبي عن الحفل الذي أقامه الملك محمد السادس لتوديع عدد من السفراء الأجانب الذين انتهت مهامتهم في الرباط، ما أثار جدلا جديدا حول تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات. وكان السفير الإماراتي قد غادر الرباط في أبريل الماضي بطلب من السلطات الإماراتية، كما غاب السفير الإماراتي عن حفل استقبال الملك محمد السادس للسفراء الأجانب الذين جاءوا لتوديعه بعد انتهاء مهامهم بالمغرب. ويرى مراقبون أن التطورات التي شهدتها علاقة الرباط وأبوظبي مؤخرا في طريقها لأن تعود لسابق عهدها عقب الزيارة الخاصة للشيخ محمد راشد المكتوم حاكم دبي إلى المغرب، التي تحمل في طياتها أبعاد سياسية واقتصادية، والاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والملك محمد السادس. كشف محمد بن زايد في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر أنه بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها، وأضاف أنه تم بحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا التي تهم البلدين أيضا. وتعليقا على هذه التطورات، قال تاج الدين الحسيني المحلل السياسي وأستاذ العلاقة الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط: إن الأزمة الصامتة كانت فعلا قائمة ليس فقط مع الإمارات ولكن كذلك مع المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن أسبابها صارت معروفة الآن والتي ترتبط بالمشاركة في أزمة اليمن وموقف الذي اتخذه المغرب بخصوص قطر وزيارة أمير محمد بن سلمان إلى المنطقة ولم تشمل الرباط. يعني هناك عدة أسباب تجمعت لتشكل هذا النوع الذي اعتبرته شخصيا نوع من سحابة صيف في علاقة المغرب ببلدان الخليج لعدة أسباب. وأضاف الحسيني في تصريح للأيام 24 أن هذه العلاقات هي متجذرة في تاريخ الروابط التاريخية والقائمة بين الطرفين، وهي علاقة تدخل في إطار شراكة استراتيجية لا يمكن بحال من الأحوال تتغير. هكذا بجرة قلم، علما بأن الروابط ليست فقط ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية سياسية ولكنها روابط بين عائلات ملكية. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. طاب يومكم وإلى اللقاء.